السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم محاضرتنا بسيطة بعنوان أجهزة قياس الجريان. أجهزة قياس الجريان بأشكال متعددة، منها الحديث ومنها التقليدي القديم. احنا راح نتطرق كما موجود في المنهج للأجهزة اللي هي تقليدية تعتبر، مثل بيتوت تيوبس، أوروفيس ميتر، فنتوري ميتر، والروتاميتر. هذه الأجهزة تعتبر أجهزة كلاسيكية لقياس الجريان في الأنابيب. طبعا هذه الأجهزة تعتمد على فاكتور معين وهو الضغط في هذه الأنابيب، وتحوله بدلالة الضغط باختلاف الضغط إلى جريان، يعني كيو ديسشارج. فللتحويل بهذه الصيغة من الضغط إلى الديسشارج نستخدم عادة معادلة برنولي، ويوجد اشتقاق، ولكن أنا أفضل أنه نعتمد فقط على المعادلة من غير الاشتقاق. فمثل ما قلنا، الأجهزة قياس الجريان في الأنابيب أو الموائع تجي بأشكال متعددة، مثل ما شفنا الأجهزة هذه تعتبر قديمة وكلاسيكية، والأجهزة الحديثة مثل ما أنتم تشوفونها، مثل هذا الجهاز هو التوربين فلو، هذا يقيس سرعة الغازات باستخدام هذا التوربين، والتوربين يحول إلى طاقة كهربائية في هذا الجهاز الديجيتال. في حين هذا الجهاز الآخر هو جهاز ألتراساوند، هذا البروب مالته يخلي على الأنبوب، وباختلاف الإيكو الصدى بين النقطتين يمكن حساب الجريان، سرعة الجريان. وهذا كلكم أعتقد فاميليار وذ، هذا هو الفلوميتر اللي موجود عادة في المساكن، البيوت يوجد على شكل مقياس من خلاله يتم حساب كمية المياه اللي مستهلكة من البيت. هذا جهاز قديم صار ما موجود هسه. فاللي يهمنا من أجهزة القياس انه هي تعتمد على أشكال وأنواع متعددة مختلفة. أجهزة قياس الجريان بالتعقيد مالتها sophistications مختلفة، بالسايز بحجمها، بالكوست ثمنها، accuracy دقتها، والversality مقدار التعددية، والكاباسيتي سعة القياس، وأيضا مقدار انخفاض الضغط في اللاين إذا وضعنا هذه الأجهزة القياس. مثل ما تعرفون إذا وضعنا أي أجهزة قياس مثل هذه أو البيتوت، هذه كلها راح تشكل عائق، أو الأورفيس ميتر فنتوري ميتر تشكل عائق للجريان، وبذلك يقل لنا الضغط، وأيضا ممكن السبب الآخر هو الأوبريتنج برينسيبل أو مبدأ عمل هذه الأجهزة أيضا مختلف. الفلوميترز تقيس لنا الجريان بطريقتين، دايركتلي وإندايركتلي. طبعا دايركتلي مثل ما تشوفون احنا ناخذ حجم معين، إناء ذو حجم معروف، ونملي هذا الإناء بفترة معينة من الزمن، بذلك يكون عندنا مقدار الجريان في هذا الأنبوب، مثل ما تشوفون بهذا الرسم التوضيحي. هذه طريقة دايركتلي، في حين الطرق الأخرى اللي نستخدمها كلها طرق غير مباشرة indirectly، تعتمد بصورة أساسية على قياس مثلا الضغط أو سرعة انعكاس الأشعة الكهرومغناطيسية من ذرات الماء المائع. فهذه كلها تعتبر طرق غير مباشرة.
المعادلة الأساسية اللي نستخدمها لقياس التدفق أو الـ Q discharge هي عبارة عن السرعة في المساحة المقطع العرضي الـ cross sectional area. هذه المعادلة الأساسية اللي نخليها في بالنا. الطريقة الأولى أو الجهاز الأول المستخدم لقياس الجريان في الأنابيب هو البيتوت، ومثل ما تشوفون البيتوت هو عبارة عن أنبوب بشكلين، طبعا الشكل الأول بيتوت بروب والثاني هو نسميه البيتوت ستاتيك بروب. البيتوت بروب هو عبارة عن شكل بسيط ويحتوي على فتحة في مقدمة الأنبوب فقط، وهذا الضغط اللي ينتقل من هذه المنطقة ينتقل إلى مقياس لقياس الضغط، ومن خلال تحويل الضغط نحصل على الجريان V، ومن خلال V سرعة الجريان نحصل على أيضا التصريف. في حين البيتوت ستاتيك بروب هو الفرق الوحيد بيناتهم أنه نفس الشكل ولكن يحتوي على أنبوبتين واحدة ببطن الأخرى. الوسطية هذه تروح إلى الديفرنشال بريشر ميتر، وهنا هذه مثل ما تشوفون هنا أكو فتحتين من خلالها يتم أيضا تأثير حساب تأثير الضغط، فيكون عندنا بهذا الحالة أكو ديفرنشال، أكو اثنين ضغط P1 و P2. أنا أشوف المرجع إلى الرسم، هذا هو عبارة عن بيتوت ستاتيك برو. شوفوا هذه الفتحة الأولى والفتحات الأخرى، هذه الصغيرة هي للستاتيك بيتوت ستاتيك برو. المعادلة اللي نستخدمها لحساب سرعة الجريان باستخدام البيتوت كيو هذه V يساوينا تحت الجذر 2 افتح قوس P1 ناقص P2 على الرو. طبعا هذه المعادلة النهائية، الاشتقاق تم اشتقاقها من معادلة برنولي على اعتبار انه يوجد ضغطين ويوجد ايضا سرعتين، احنا ما ندخل في هذه التفاصيل ونعتمد فقط على المعادلة النهائية لحساب سرعة الجريان باستخدام البيتوت ستاتيك بروب. الجهاز الآخر لقياس سرعة لقياس الجريان في الأنابيب هي الأوريفيس. الأوريفيس والبنشوري يعتبرون اثنيناتهم الأوبستركشن فلوميترز. أوبستركشن يعني عوائق تعيق. هنا نشوف مثل ما نشوف هنا هو عبارة عن فتحة، هذه أوريفيس تعيق جريان. وإذا تشوفون هنا النقطة رقم 1 والنقطة رقم 2، وعدنا ايضا دي سمول ودي كابيتال، وهذه الاوبستركشن هو العائق لحساب التصريف. يمكن اعتبار انه التصريف يساوي لنا A1V1 ويساوي لنا ايضا A2V2 على اعتبار حفظ الكتلة، لان الكتلة ما ممكن تتغير، كتلة ثابتة، وبذلك يمكن اشتقاق انه V1 يساوي لنا A2 على A1 في B2، وايضا باستخدام معادلة برنولي واعتبار Z1 وZ يساوي لنا Z2 ونختصرهم من المعادلة. بالنهاية راح يكون عندنا المعادلة اللي حساب V2 تساوي لنا تحت الجذر التربيعي 2 في P1 ناقص P2 رو كثافة الماء، نفتح قوس 1 ناقص بيتا أس 4. بيتا هي عبارة عن ثابت يعتمد على العلاقة بين القطر الصغير والقطر الكبير، يساوينا دي سمول على دي كابيتال، ومن خلالهم يمكن حساب الفي، يمكن حساب الفي 2. المعادلة الأخيرة هذه على اعتبار أنه ما توجد خسائر، لا توجد خسائر بالاحتكاك، لا توجد خسائر بالضغط،
ولكن بالأخذ النظر الاعتبار وجود خسائر، لأنه هذه التضيق مثل ما أخذنا بالماينر لوسز توجد خسائر، كل ما كان تضيق أو توسع راح صرت خسارة في الضغط. هنا أنا راح نعرفكم على معامل جديد هو الديسشارج كوفيشنت. الديسشارج كوفيشنت هذا CD يرمز له، يندخله في فقط على المعادلة، ومن خلاله يمكن حساب طبعا بعد التعويض بالV عن هنا الديسشارج، وحيكون عندنا المعادلة الأخيرة لحساب التصريف باستخدام البنشوري أو الأوريفيس. هنا أيضا المساحة أي نوت هي مساحة A2 وتساوي لنا طبعا مساحة القاعدة أو نسبة قطر التربيع في النسبة الثالثة هي المساحة الكلية، المساحة المقطع العرضي. وهنا أيضا CD اللي هو discharge coefficient depends on both beta and Reynolds number. Reynolds number نعرف معادلة V من D على ال V، وممكن حسابه من خلال معادلة من خلال كيرفات معينة CD. CD ممكن حسابه من خلال المعادلة التالية اللي هي بواسطة ميلر 1997، خلانا هذه المعادلة اللي هي بواسطتها يمكن حساب CD discharge coefficient بالاعتماد على العلاقة بين البيتا والرينولد نمبر، وممكن نحسب CD. هذه بعض الأشكال للفلوميترات اللي هي الشكل الحديث للأورفيس، الشكل الحديث للأورفيس مثل ما تشوفون هذه بيها مقياس للضغط الكتروني، ومباشرة يعطينا الفلو على شكل أرقام. المخطط هذا هو توضيحي لهذا الجهاز. عندنا هنا فد جهاز لقياس الضغط بالاعتماد وتحويله إلى موجة كهربائية، من خلالها يتم حساب الفرق بين الـ P1 والـ P2، ومن خلالها يمكن حساب معادلات الضغط، يعني برمجة هذا الجهاز لحساب التصريف. بعد ذلك راح نأخذ مثال بسيط للتطبيق الفلومترات أو الفلوميترز. عندنا مثل ما تشوفون بهذا الشكل أمامكم أنبوب، ومن خلال هذا التضيق عملنا أوريفيس، ونريد نحسب الفلو داخل هذا الأنبوب. الأنبوب يحتوي على سائل الميثانول. سائل الميثانول عند درجة حرارة 20 درجة مئوية، كثافة الميثانول هو 788 كيلوغرام للمتر المكعب، واللزوجة الكيماتية هي 5.85 في 10^4 كيلوغرام في الثانية، وأيضا قطر الأنبوب هو 4 سنتيمتر، والقطر الأوريفيس هو 3 سنتيمتر، وأيضا ربط مع هذا الأنبوب ديفرنشال مانوميتر لحساب الفرق بين الضغط. مستخدمين في المانوميتر الديفرنشال مستخدمين ميركوري وأيضا الميثانول. خلي نشوف هنا الفرق. If the differential height of the manometer is 11 سنتيمتر، يعني مثل ما تشوفون هنا بسبب الفلو صار ضغط P1 عادة يكون أكبر من P2، ودفعنا هذا الزئبق رفع مسافة 11 سنتيمتر. نريد نحسب الفلو ريت اوف ذا ميثانول مع ايضا الافريج فيلوسيتي ومعدل السرعه في هذا الانبوب.
احنا حتى نحل لازم ايضا نخلي في بالنا انه بعض الاشياء انه هذا السائل الميثانول هو غير قابل للانضغاط والجريان هو ستدي يعني ثابت. اور فيرست جيست انه راح يكون الديسشارج كوفيشنت هذا جيست مالتنا راح يكون لهذا الاورفيس هو 0.61. طبعا هذا افتراضا خلينا 0.61 وبعد ذلك نخلي المعطيات اللي عندنا اللي هي density كثافة والديناميك viscosity الكثافة اللزوجة الديناميكية للميثانول وبعض نعتبر انه كثافة الزئبق هي 13600 كيلوغرام للمتر المكعب. نحسب بيتا في البداية بيتا دي سمول دي للأورفيس على دي كابيتال فتكون عندنا بيتا 0.75. الاي نوت هي المساحة الكروس سكشن هي الكلية هنا تساوينا 7 في 10 أس ناقص 4 المتر طبعا تحويل كل سنتيمتر إلى متر. وبعد ذلك نحسب الفرق بين الضغط لفرق الضغط هو دلتا بي يساوي بي 1 ناقص بي 2 هنا للزئبق رو للزئبق ناقص الرو للميثانول على في الرو جي في الرو جي حتى نحسب الدلتا بي. ونرجع الى معادلة اللي نستخدمها لحساب التصريف في الاورفيس نستخدمها الفي نوت الفي دوت العفو اي نوت في سي دي في هذه ال 2P1 ناقص P2 خلي في بالنا الرو هي للزئبق ناقص للميثانول وبعد ذلك تعويض مباشر كلها يكون الناتج عندنا 3 في 10 أس ناقص 3 متر مكعب بالثانية التصريف هذا الأنبوب على اعتبار انه استخدمنا الكروس سكشنال وعلى اعتبار انه اعتبرنا انه الديسشارج كوفيشنت 0.61. بعد ذلك اذا اردنا نحسب بالمثال من غير الافتراض لازم نرجع للمعادلة اللي هي ميلر 1997 نحسب عدد سي دي وعدنا البيتا وبتعويض مباشر يكون عدنا السي دي هو 0.601 وهو فرق عن هذا الرقم فرق بسيط ويكون عندنا التصاريف ايضا فرق بسيط عن اللي صار عندنا اللي هو 3.9 وهنا صار 3.4 لتر بالثانية. هذه مثال بسيط لاستخدام الأورفيس لحساب التصريف استخدام الأورفيس لحساب التصريف في الأنابيب. بعد ذلك عندنا الجهاز الآخر هو الروتاميتر. روتاميتر عدة أشكال من هذا الجهاز مثل ما تشوفون هنا الروتاميتر ببساطة هو عبارة عن أنبوب بشكل مخروطي هذا مثل ما تشوفونه مربوط بالجهتين بالأنابيب يعني التصريف يجي من هذا الاتجاه ويصعد ويروح بهذا الاتجاه هذا vertical يجب ان يكون موضوع بشكل عمودي لانه هذه مثل ما تشوفون الطوافة هي تنزل بفعل وزنها تستقر لما يكون التصريف صفر ولكن اذا كان اكو تصريف التصريف المائع جريان المائع راح يدفع الطوافة للاعلى اعتمادا على سرعة اعتمادا على كمية تدفق التصريف كل ما كان تصريف كبير كل ما دفعها للأعلى هذه الطوافة طبعا هي طوافة احنا نقول طوافة ولكنها عادة تكون مصنوعة من معدن وهذا الروتاميتر عادة يكون شفاف ومن خلاله يكون سهولة
حساب أو ملاحظة التصريف. هذا الشكل يجب أن يكون موضوع عمودي. ممكن أشياء أو أشكال أخرى للروتاميتر ممكن أن تستخدم بشكل أفقي، مثل ما تشوفون هذا الروتاميتر، هذه الطوافة وراها يوجد نابض، وراها يوجد نابض، هذا النابض كل ما صار تصريف يدفع الطوافة عكس النابض، يضغط النابض. في هذا الروتاميتر ممكن أن يوضع هذا الروتاميتر على شكل أو على اتجاه أفقي، ممكن أن يحسب أن الفلو بشكل أفقي. ليش؟ لأنه ما يعتمد فقط على الجاذبية، يعتمد على النابض، وطبعا من خلال معايرات معينة المصنع يعملها، وبذلك يوضع لنا التدريجات من خلالها نقدر نقرأ قراءة للفلو اللي موجود في هذه الأنابيب. أتصور هذا شرح مبسط للفلو ميترز، ومثل ما تعرفون إنه هذا المجال تطور كبير جدا، الأجهزة صارت أكثر دقة، والتقنيات المستخدمة بها تقنيات مختلفة، من الألتراساوند، من مثلا الموجات الكهرومغناطيسية انعكاسها، فأيضا هنا التوربين لقياس الفلو، أيضا كلها هذه الأشياء اختلفت. ولكن المبادئ الأساسية للجريان أما أن تكون دايركتلي أو إندايركتلي باعتماد على الضغط أو الجريان الكتلي. أتمنى أن تستفيدون من هذه المحاضرة، وإذا أكو أي سؤال ممكن ترسلونه إلي. شكرا جزيلا.